السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته. دي حلوة قوي من انفيديا اللي بتاعت كروت الشاشة، ان انت ترسم اي حاجة هنا وهو يبدأ يحولها لك للحاجة اللي انت بتتخيلها. تمام، يعني على سبيل المثال انا اقول له مثلا عايز ارسم مثلا بريدج كوبري، وابدأ ارسم الكوبري مثلا من هنا كده، تبدأ تحدد شكل الكوبري اللي انت عايزه. تمام اهو، ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا هاوس، فتبدأ تتخيل شكل الهاوس بتاعك اهو. تقول له مثلا انا عايز روف، مثلا انا عايز وول مثلا، ممكن تقول له انا عايز حاجات من الجراوند مثلا، ممكن تقول له انا عايز حاجة في اللاندسكيب مثلا ستون صخور، ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا بحر، عايز ارسم جبل. طبعا حابب ابوظ حاجات كتيرة بس نوريكم الفكرة. فلاور، عايزين نرسم فلاور، فممكن تدي له طبقة كده من الفلاور. تمام، تقول له بقى حول لي، بيقول لي علم هنا، حول لي الرسمة اللي انا رسمتها دي لرسمة قريبة من الحقيقة، فبيرسم لك اهو البريدج اهوت، وبيرسم لك الجبل، وبيرسم لك البيت وهكذا. تمام، ممكن تقول له ان انت عايز تاخد صورة من دول وتبدأ تشتغل عليها، فبتقول له انا موافق، اقول له مثلا خد الصورة ديت اهيت، وبتقول له بقى انا عايز ارسم في الصورة دي، عايز ارسم مثلا جبل مثلا اهو، فبتبدأ تشوف شكل الجبل هيبقى عامل ازاي. تمام، ممكن تقول له انا عايز من خلال دي مثلا انت عايز تقفل مثلا الشكل دوت وهكذا. ممكن تقول له انا عايز احط شوية صخور، تقول له مثلا اهي. خلينا نقول له مثلا الجبل اهوت، وخلينا نضيف لمسة جمالية من خلال الزهور، او تقول له ممكن مثلا شوية حشائش كده. تمام، وتقول له ضيف لي الموضوع ده هنا، ممكن تقول له انا عايز بعض السحب، فتروح رايح لللاندسكيب وتقول له كلاود، وتبدأ ترسم شكل الكلاود اهو، وتقول له حولها لي، فيبدأ يرسم لك الشكل اللي انت تشخبطه هنا، هو يبدأ يعمل لك شوية سحب بالشكل دوت. فما شاء الله يعني حاجة اختراع عظيم يعني. تمام اهو، ضاف لك الجبل وضاف لك السحب وعلى الصورة اللي انت تختارها. فده نوع من انواع الذكاء الصناعي الرهيب، في ان هو اي شخبطه الواحد بيشخبطها هو بيروح يحولها لحاجه. ممكن تقول مثلا عايز رود مثلا هنا، فيبدا يعمل لك رود، ممكن تقول مثلا رود هنا. طريق، فيبدا يعمل لك طريق بالشكل هنا. تمام، تبدا تتخيل اي حاجه انت عايز تشخبطها هو يحولها رسومات اقرب